تلعب مرة ثانية خطيرة جول با 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 خطيرة وجول في غفلة من دفاع المنتخب القطري محمد قاسم يفعلها ويسجل الجول الأول المفاجئ للمنتخب العراقي في حضور جماهير عراقي في المدرجات. يا سلام عليك يا محمد يا قاسم، الجول الأول للمنتخب. على الورق المنتخب القطري أفضل من المنتخب العراقي قبل المباراة، ولكن حتى في بدايتها الآن رجعوا عناصر المنتخب العراقي وكأن قطر هي اللي سجلت وليس العراق. مرفوع الكرة في القائمة الثانية، هاي صعبة التغطية الدفاعية من هنالك، ما زالت الخطورة، كرة جول با 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 جول. يا سلام عليك يا محمد يا قاسم، ثنائية ولا أروع. ما هذا الذي يحدث في استاد خليفة الدولي في